السلام عليكم الأفيونيين، مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من الرواية ديال كانديد. أولا بغيت نشكر كل كانديد وكونيغون تيديروا لايك للصفحة في الفيسبوك و تيبغيو هاد الإنسان الضعيف اللي حتى هو تيبغيهم. ما تنساوش داكشي اللي غنخليه في الكومنتات، وراني كنلوح فيديوهات وحدين اخرين بلا كانديد حتى هما تفاعلوا معاهم. ويلا نكملوا. دابا خلينا في كانديد تفارق مع كونيغوند من بعد ما جات عندهم الشارفة وقالت ليه باللي راه غادي يحرقوه من مور ساعة الى مشاش هرب. كانديد كان جاب معاه واحد الخدام من كاديكس، حيت الخدامة كانوا مزلعين في المخيمات ديال اسبانيا، وخدم معاهم واحد الخدام من كاديكس. هاد الخدام اللي كان مع كانديد كان في شكال، كان ربع اسباني والباقي اصله من توكوماني. كان ولد المذبح وكان ملاح في البحر وكان راهب ووسيط وكان عسكري وكان شلا ما يدار، كان تيديرهم في 16. هاد الخدام هذا كان سميتو كاكامبو، سميه زوينه، الخدام زوين، كان عزيز عليه القائد ديالو كانديد، حيت القائد اللي هو كانديد كان واحد الانسان ظريف بزاف بحالي. كاكامبو ملي سمع الشارفه هضرات مع كانديد وقالت ليه داكشي اللي قالت ليه، بالزربة سر الجوج عودانات من الأندلس، وقال الكانديد يا الله سيدي يا الله، خلينا نديرو بالنصيحة الشارفة، يا الله نهربو بلا ما نتلفتو. كانديد غرغرو عينيه وقال آه يا حبيبتي كونيغوند، واش غنخليك والحاكم كان قريب غيفرح للزفاف ديالنا. كونيغوند اللي جيتيني من بعيد لبعيد، شنو غيوقع ليك؟ كانديد غيفقسهم ولا بحال شي دجاجة مقطوع عليها الراس. كاكامبو قال ليه غيوقع داكشي اللي بغيت يا سيدي، النسا راه ديما في يديهم الحيلة وشيطانات، راه تيعرفو كيفاش يخرجو من اللعبات. كونيغوندات راه ما سهلتش، وزايدون راه كيعاونهم الله. يا الله نهربو كانديد يا الله. كانديد قال ليه فين غادي بيا خويا، وفين غنمشيو، وشنو غنديرو بلا كونيغوند؟ قال ليه كاكامبو ونتوكلو على القديس جاك دي كومبوستيل وما يكون غاي الخير، كنت يا القائد غادي تنوض حرب على اليسوعيين، يا الله نمشي ونوضو حرب من أجلهم، أنا حافظ الطرقان وغنديك المملكة ديالهم. راه غيفرحوا بيك أكانديد، وغيفرحوا ويستقبلوا القائد اللي كيدير التمرين البلغاري بسلاسة، تما غتربح فلوس وغتولي لاباس عليك، اللي ما لقيناش في هذا العالم غنلقاو ما في العالم الاخر. راه والله حتى الفرحه اننا نشوفوا امور جديده ونديروا شي حوايج جديده. وهما هربانين بالعودان وشادين الطريق، كاكامبو كيكمل في الهضره ديالو الكانديد، قال ليه ان في الحقيقه هو كان خدام في المدرسه ديال الصعود وعارف حكومه لوس بادريس كما عارف الطرقان ديال كاديكس. قال ليه حكومه زوينه ومملكتها كبيرة ومقسمة لثلاثين مقاطعة، وهاد الرباعة ديال لوس بادريس كانوا تيملكوا فيها كلش، والناس ما عندهم والو، هما بوحدهم اللي تيملكوا كلش. هذه هي التحفة العقلانية والعدالة بالنسبة لكاكامبو، حيت كان كيقدس هاد الرباعة ديال لوس بادريس. هاد الرباعة هادو كانوا نوضوا الحرب على ملك البرتغال، وكانوا نوضوها على ملك إسبانيا، ومدوزينها على الملوك ديال اوروبا، ديما كانوا كيشدوهم تيعرفوا الاعترافات ديالهم. كاكامبو هو وكانديد وصلوا لواحد المنطقه، قال ليه هنا تيقتلوا الصبنيول وتيصيفطوهم للسما في مدريد. هادشي كان كيفرح كاكامبو، قال ليه يلا نتقدموا، راك غتولي اسعد واحد في الدنيا كانديد، الباباوات ديال يسوع غيفرحوا ملي عرفوا القائد اللي تيدير التمرين البلغاري جاي يزورهم. ملي وصل كانديد والخدام ديالو كاكامبو لعند لوس بادريس، كاكامبو قال للحارس راه القائد بغى يهضر مع مول الشي ديالكم. الحارس سمعوا هاد الهضره ومشاو يقولوها للحارس الكبير، وواحد ضابط باراغواني مشى تيكريط عند مول الشي باش يقول ليه هاد الخبر. حيدوا الكانديد وكاكامبو السلاحات ديالهم وخداو العندانات ديال الاندلس ديالهم، ودخلوا هاد الجوج مساكن وسط جوج ديال الصفوفه ديال العساكريه، ومول الشي كان في المقدمه. هاد مول الشي كان لابس واحد طربوش عنده ثلاثه ديال الزوايا، ولابس واحد الفستان مهزوز والسيف على جنبه، وهز واحد السلاح في يده.
غير شاربي دي هاد مولشي تما 24 عسكري تخنشوا بكانديدو كاكامبو. واحد الرقيب قال لهم خاصكم تسناو مولشي راه ما يقدش يهضر معاكم دابا، والبابا راه ما كيسمح لحتى شي اسباني يفتح فمو الا اذا كان هو حاضر، وخاص هذاك الاسباني ما يفوتش اكثر من 3 السوايع في البلاد. قال ليه كاكامبو وفين هو هذا البابا المحترم هذا نهضروا معاه؟ جاوبوا الرقيب قال ليه راه داير واحد ذبيحه الهيه ومقصر مع راسه وما تقدوش تشوفوه في هاد 3 السوايع. قال ليه كاكامبو ولكن القائد ديالي راه ماشي اسباني، راه الماني وفيه الجوع بحالي وما يمكنش ناكلو زعما ونتسناو السيد البابا حتى يسالي. الرقيب سمع بريحه المانيا مشى بالزربه يقول هادشي للخراني المولشي. مولشي قال مباركو مسعود من اللي هو الماني نقدر نهضر معه. مولشي قال للرقيب اقول لهم يجيبوه. تما داو كانديد لواحد البيت مزين وزوين بالخضوريه والورد ومديكوري بالرخام، داك الرخام الاخضر والذهب، البابغاوات الكريغر والحمام والعصافير من واحد النوع اللي نادر، داكشي زويون زويون في واحد البيت. داوه ليه الكونديد، داو كونديد لواحد البيت حلوه وجابوا ليه واحد الماكله واعره في الطباصل ديال الذهب. كانديد تلفت لقى واحد الباراغويين جالسين في واحد البلاصه حلوه وكياكلوا القليه في الطباصل ديال الخشب جالسين تحت الشموشات. واحد شويه دخل مولشي لذاك الكوان، راجل زوين حلوه وجهو عامر لونه ابيض ما طويل ما قصير، حجبانه طوال بحال الشوافه وعينيه كبار ودنيه حمرين وشنايفه غوزيين وتايق فراسو تخيلوا. ولكن واخا تايق فراسو ماشي شي تيقه مثلا بحال ديال شي اسباني ولا ديال شي يسوعي. رجعوا لكاكامبو وكانديد عطاوهم سلاحاتهم وعطاوهم العودانات ديال الاندلس ديالهم، وكاكامبو دابا عطى لكانديد ومولشي اللي جا الكوان الشوفان عطاه ليهم باش ياكلوه وبقى حاضيهم لا توقع شي لعبات منك. فكانديد بس توب ديال مولشي وريحو في الطاوله باش يهضر معاه. بقاو تيشوفوا في بعضياتهم ومتوترين ومتفاجئين، وبقى كيشوف فيه. قال ليه مولشي اليسوعي قال ليه انت الماني من اين مقاطعه المانيه انتيا؟ قال ليه كانديد انا من مقاطعه ويستفالي الموسخه. وقال ليه كانديد باللي تولد في القصر ديال تاندر دان ترونخ البارون، وقال ليه باللي ترعرع ما بين العائله ديال البارون. مولشي غيشد فراسو وغيقول الله واش هادشي معقول؟ قال ليه كانديد امالك معجب؟ قال ليه مولشي هذا انت؟ قال ليه كانديد ما يمكنش. بكاو وتعانقوا وتفكروا راسهم، وقال ليه كانديد انت هو ولد البارون خو الزوينه كونيغوند، انت هو اللي قتلوك البلغار، انت اليسوعي مولشي في الباراغواي. هاد العالم شحال غريب. كانديد دابا تيشوف فخو كونيغوند اللي تا هو ترعرع معاه، وكانت ديجا وصلاتو الخبر باللي ان خو كونيغوند راه مات وقتلوه البلغار. كونديد غايقول اه يا بانغلوس، اه يا بانغلوس شحال كنتي غتكون فرحان كون ما تشنقتيش. دونك هنا غتكون سالات هاد الحلقه هادي من هاد الروايه الزوينه، هاد الروايه الغريبه والغامضه والمضحكه اللي هي ديال كانديد. تفكروا انكم تدخلوا لاباج راه كنحطوا فيها الميمز وكنزهاو تماك وكنديروا شحال من حاجه، والاوقات كذلك ديال الحلقات الجايه وديال الفيديوهات ديال هاد القناه الزوينه الزوينه، هاد القناه الحلوه. اه كاينه ولا ما كايناش؟ الا ما كايناش تجي غيكون كانديد خلاها مع الشارفه. تابع الجديد راه غيكون في القناه، ونتلاقاو في الحلقه الجايه من الروايه. Peace and love.